مش في المغرب عندهم بطاقة ديالهم أول يعني من صعب نعرف راسي أستاذ فؤاد كايور ماستر في الأجهزة في المغرب عارف من شو لا التعاون ديالهم اللي تعاونوا معايا وشدينا في أي دابا زيد شي أي شي يو أي شي لي صن لي صن شي يو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبد ربي فؤاد كريوط الممثل الرسمي لرياضة البيرفكت كيكوشين بالمغرب حزام أسود درجة ثالثة فئة الماستر رئيس اللجنة الوطنية المغربية لرياضة البيرفكت كيكوشين المملكة المغربية. احنا اليوم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للأيكيدو واليايدو كننظموا حدث وطني الأول المفتوح تدريب وطني مفتوح في رياضة البيرفكت كيكوشين. هذا التدريب هذا اللي كنقوموا به الآن كما كتشوفوا معنا هو تدريب يعني مفتوح كنحاولوا نخدموا فيه جميع أنواع الستيل اللي عندنا في البيرفكت كيكوشين منهم الكاتا منهم ليكيو الستيل دو كومبا منهم السيرف ديفونس او ما يسمى بالدفاع عن النفس منهم غنخدموا شويه ديال التحكيم يعني باش المشاركين اللي معنا يعرفوا التحكيم اللي عندنا ولا طريقه التحكيم اللي عندنا. كما كنقولوا هذه الرياضه هذه هي رياضه الاصل ديالها ايراني اللي اسسها المؤسس الدولي ابو الفازل الاسكراني جناها الحمد لله من العاصمه التركيه اسطنبول جناها المغرب في 5 شهر 5 2021 جابها عبد ربي اللي كيفونديها كما قلت لكم في الاول في المغرب. الان كنشتغلوا في اطار رياضي محض كما قلنا تحت اشراف ديال الجامعه المعروفة أو الجامعة العريقة اللي هي الجامعة الملكية المغربية للأيكيدو واليايدو اللي كاع المغاربة كيعرفوها. هاد التدريب هذا استضفنا فيه ما يزيد على 4 عصاب جهوية والحمد لله يعني ما كاينش 20 يوم من بعد التأسيس ديال اللجنة الوطنية المغربية درنا هاد التدريب الوطني علاش اللي كان كيدل هادشي شي حاجة كيدل على المصداقية ديالنا والعمل ديالنا الجاد في رياضة البيرفكت كيوكوشين. كما قلنا عندنا أزيد من 4 عصاب جهوية اللي كتمثل في جهة الرباط صالة القنيطرة جهة الدار البيضاء الكبرى جهة طنجة تطوان جهة الشرق وجهة العيون الساقية الحمراء فوجهة كذلك جهة ديال الأكادير ديال سوس أو ما يزيد على 6 عصاب اللي كاين الآن. عندنا ممثلين ديالهم حاضرين معنا رؤساء العصاب الجهوية ورؤساء الأندية اللي حاضرين معنا كما أن التدريب هذا في مختلف الفئات العمرية كبار وصغار كذلك فتيات وذكور. هذا التدريب اللي هو خديناه كتدريب تعريفي برياضة البيرفكت كيوكوشين كذلك خديناه باش الأساتذة شي أستاذ ما كيعرفش أو واحد آخر يعني يحاول يتعرف عليه كذلك اللجنة الوطنية المغربية عندها واحد 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 الرهان إن شاء الله خدام عليه اللي هو المشاركة ضمن فعاليات بطولة العالم الأولى المقامة إن شاء الله بتركيا كذلك في العاصمة إسطنبول اللي غادي نشاركوا فيها إن شاء الله نهاية شهر يوليوز إن شاء الله يا رب العالمين غادي نشاركوا فيها بعناصر وطنية إن شاء الله اللي كتكون دابا
تحت الاشراف ديال اللجنه الوطنيه المغربيه وتحت اشراف ديال المدير التقني الوطني ديالنا. من بعد ان شاء الله غادي نستضيفوا حدث دولي في المغرب وغادي نستضيفوه كذلك في منطقه مهمه في المغرب اللي هي في المعبر الحدودي ديال الكركارات. غادي نستضيفوا اول تدريب دولي اللي غادي يحضر له وفد دولي رسمي من المنظمه الدوليه ان شاء الله اللي غادي يحضر معنا للتدريب هذا. وهذا الشيء اللي كان كيدل على شي حاجه كيدل على الحكامه الرشيده ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس وعلى السياسه ديالو الرشيده والعلاقات ديالو الدبلوماسيه الجميله والجميله اللي شد لها العالم كامل. احنا متبعين او ناهجين نفس السياسه ديال سيدنا نصره الله واياده. وغادي نستضيفوا هذا الحدث ان شاء الله في المعبد في المعبر الحدودي ديال الكركارات اللي غادي يحضروا ليه ازيد من 22 دوله ان شاء الله في رؤساء الاتحادات والجامعات الدوليه اللي غادي يحضروا معنا ان شاء الله. وكنتمنوا التوفيق لجميع العناصر ديال المنتخب الوطني المغربي. كما ما تفوتنيش فرصه ان اللجنه الوطنيه المغربيه مركزه بزاف على الاشخاص في وضعيه صعبه اللي عندنا ان شاء الله بطوله المغرب ديالهم في شهر سعودي ان شاء الله اللي غادي تدار في مدينه الرباط اللي سميناها البارا بيرفكت كيكوشين. غادي يشاركوا في السيل دو كاتا او غادي يشاركوا في السيل دو كومبا ان شاء الله وفي السيل دو سيف ديفونس اون باراليل. الحمد لله الرياضه لقات اقبال بزاف كبير بزاف واحد الظرف وجيز لقات اقبال بزاف يعني في المغرب كامل. والحمد لله حنا كنطمعوا اننا ناسسوا الكونفدراليه الافريقيه ان شاء الله واللي يكون المقر ديالها كذلك في المغرب. عندنا تواصل مع بعض الاساتذه والخبراء في افريقيا وفي شمال افريقيا كنتواصلوا معهم باش اننا ناسسوا الكونفدراليه الافريقيه ان شاء الله ويكون المقر ديالها في المغرب وفي العاصمه المغربيه الرباط او ليكون في الاقاليم الصحراويه. كنتسناو الاخوان اللي معنا في اعضاء ديال المكتب المسير انهم يعطونا القرار الاخير اللي فين غادي نديروا ان شاء الله يعني المقر ديال الكونفدراليه الافريقيه. وهذا شرف لينا وشرف لبلادنا ان كما كنقولوا الرياضه في المغرب غادا في واحد الطريق زوين وهذا الشيء كله راجع للفضل ديالو الله سبحانه وتعالى اولا والحكامه كما قلت سابقا ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله واياده. وكنتمنى التوفيق لجميع العناصر ديال اللجنه الوطنيه المغربيه للبيرفكت كيكوشين. المهم معكم السيده منال البريكي ممارسه ديال واحد الرياضه ودابا انتميت لواحد الرياضه جديده هي رياضه البريفيكت كيوكوشين اللي يلاه دخلت جديده للمغرب. الرئيس ديالها السي فؤاد كريوط. المهم كنا ديجا درنا جمع عام جمعنا فيه وما تعرفناش ما تعمقناش في الرياضه مزيان ولكن اليوم جينا باش نتعمقوا في الرياضه ونعرفوا شنو في هذه الرياضه والاحكام اللي فيها وشحال من حاجه كيفاش كتكون فيها. حتى اي رياضه كيكونوا فيها قوانين كتكون فيها تدريبات كيكونوا فيها بومسياج كيكون فيها واحد الكونتراتاك ديالها شحال من حاجه. جينا اليوم نتعرفوا على هذا الشيء ان شاء الله. المهم كاينين شي ناس من بلايص بالعاد جاو وكبروا بينا وجاو عندنا حتى لهنايا باش يتعرفوا على هذه الرياضه. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.